لكن عايز اسالك سؤال مهم، هو استاد النادي الاهلي وانت ليك دور في هذا الملف، وبقى حلم جماهير النادي الاهلي بتسال بتتساءل الاخبار ايه؟ هو حاليا استاد النادي الاهلي في القلعه الحمراء، نعم، برئاسه محمد الاستاذ كامل. محمد كامل طبعا، والناس عامله تصور محترم جدا للمشروع، وتحالف كبير جدا تم الاعلان عنه في شهر 6 لاسامي الشركات سواء المشاركه كمقاولات او الاستشاريين الهندسيين او التمويل او خلافه. وهو الراجل شغال معاه مجموعه عمل قويه جدا كويس. وناس خبرات كبيره من مجالات مختلفه ووزراء سابقين فلا هم ان شاء الله القصه معاهم، وطبعا بالتعاون مع شركه الاهلي للمنشآت الرياضيه، وطبعا حصل تشكيل جديد برضو لشركه النادي الاهلي للمنشآت الرياضيه مع كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي. لا استاذ ايمن حسين شركه الكره، في استاذ تامر شركه الاهلي منشآت، او مهندس تامر طبعا شركه النادي الاهلي للمنشآت الرياضيه. فطبعا هو بالتعاون مع شركه النادي الاهلي للمنشآت الرياضيه مع التحالف او مع القلعه الحمراء، هو ده ان شاء الله باذن الله اللي يعني بالتعاون مع بعض هيتم الاعلان في الوقت اللي هيحدده طبعا كابتن محمود الخطيب معاهم. هل الامور اقتربت ولا لسه بعيده؟ برضو انا افضل يعني هم قصه معاهم، فافضل هم اللي يوضحوا يعني. هم اللي يوضحوا. ان شاء الله نراه قريبا باذن الله. برضو انت كان ليك فكره في تطوير استاد التتش، مش كده ولا انا مش واخد بالي؟ لا احنا وقت استاد التتش كنا بس عندنا فكر ان احنا نغير الارضيه بتاعت الاستاد، وكان بقى لها كذا سنه الفكره دي، والكابتن يعني كان مرحب بيها، لكن الوقت ان احنا عندنا دايما يعني في مصر تلاحم المواسم الرهيب اللي ما بيحصلش في العالم كله، فما فيش وقت عندك يعني. احنا كنا محتاجين يعني كام شهر مثلا على الاقل عشان تغير الارضيه، فهتروح تلعب في طبعا كان كل مدير فني كان دايما مثلا الكابتن يرجع للمدير الفني هو صاحب الشأن او صاحب الراي، فيقول له انا نفسيا مش عايز اطلع اغير كل الـ حتى غرف الملابس بتاعتي والجاكوزي والساونا والجيم والحاجات دي، اروح مكان تاني واللعيبه. وكان مثلا انت داخل على ماتشات دوري وماتشات افريقيا، فكان كذا مدرب على فكره وقت فايلر هو عايز يغير بس هو ما عندوش متسع يعني، المدربين كلهم عايزين بس فيش كانش فيه متسع. بس بدات الاونه الاخيره حتى متهيألي في تحسن جامد في الارضيه، في تحسن جامد في الارضيه، لانه بدا برضو في شركه صيانه كبيره عالميه برضو اللي اشتغلت في استاد القاهره وفي استادات اخرى هي اللي متوليه الامر، فشغالين بشكل كويس يعني. الجمعه القادم في انتخابات، لكن هذا الهدوء الشديد جدا وهذا الايثار من اعضاء النادي الاهلي، وانا بقولها المسانده من اعضاء النادي الاهلي لمجلس الاداره، انه ما حدش تقدم، تقدم دكتور احمد ابو النصر ثم تنازل، لم يبقى سوى المستشار محمود فهمي احد قامات النادي طبعًا الاهلي طبعًا عبر تاريخه لمنصب نائب الرئيس، لكنه مش حاسين انه في انتخابات على الاطلاق. وحتى انا كنت في النادي الكام يوم اللي فاتوا ما حدش خالص، كانت الناس كلها بتتكلم، والله اللي فكرني بس كان دكتور احمد ابو النصر كان معلق يافطه كده قدام النادي بس لسه موجوده ما اتشالتش يعني. شايف انه ده تقدير من الاعضاء من الاعضاء للمجلس وايضا لاسم الراحل العامري فاروق، حتى ظل اسمه نائبا للرئيس حتى نهايه الدوره؟ طبعا يعني خلينا نتكلم بس عن سياده الوزير العامري فاروق رحمه الله عليه، لانه ده من اكثر الناس اللي اثروا فينا كلنا يعني، اثروا فينا من الناحيه المعنويه والشخصيه ومن الناحيه الاداريه في النادي كمان، لان كنا بنتعلم منه جدا. الراجل كان درجي وشغوف ومخلص وما بيسيبش تفصيله واحده، والحقيقه وكان يعني دايما يعني بيحتوي برضو يعني مشاكل موجوده مثلا عندنا كشباب، لو في حماس لو في افكار لو بيسمعنا بيقعد يتكلم معانا بيشجعنا الحقيقه من الشخصيات اللي مش هتتعوض يعني. طبعا مكانه يعني طبعا افتقدناه كلنا، ورحمه الله عليه ربنا رب يرحمه ويغفر له. اكيد الفتره اللي جايه دي باذن الله هيكون في جمعيه عموميه للنادي الاهلي يوم 28 ويوم 29 في جمعيه عموميه للنادي الاهلي. نعم. اكتملت الجمعيه طبعا في مستشار محمود فهمي القامه العظيمه طبعًا الكبيره طبعًا. ربنا يديله الصحة. ما اكتملتش، احنا الوضع بيبقى لا انا خلاص ده اوكي، بس انا بتكلم على
سلوك اعضاء النادي الاهلي. اه بالظبط بس التفاف اعضاء النادي لا الاهلي بصراحة حول المجلس بقيادة الكابتن الخطيب. ده كان بالنسبه لنا مش مفاجاه يعني، مش مفاجاه مش مفاجاه بالنسبه لنا يعني، ما كناش مثلا يعني حاسين ناس. احنا دايما عندنا الطبع فعلا اللي قلته حضرتك في اول كلامي، يعني مصلحه النادي هي اللي دايما بتبقى رقم واحد، وده طابع الاعضاء في النادي الاهلي وطابع الجمهور وطابع حتى مجالس الادارات السابقه. يعني ما كانش حد عنده مطمع من مجلس اداره سابق مثلا واسامي كبيره كلها موجوده بره كحد ينزل على المنصب ده، لا الناس كلها محترمه النادي ومحترمه نفسها ومحترمه الكيان اللي هي فيه كاعضاء كمجالس ادارات كجمهور، فده سلو النادي الاهلي يعني. كنت من كام يوم كده مع واحد من يعني ايه رموز المعارضه الشديده داخل النادي الاهلي، كلهم اصدقاء يعني بلا استثناء، فسالته فقلت له انا توقعت انك تترشح لمنصب نائب الرئيس، قال لي انا؟ قلت له اه هو معارض يعني لذيذ يعني معارض يعني. فقال لي انزل ليه؟ فقلت له حقك طبيعي انك تترشح يعني.